مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معنا يوم جديد من الحياه اليوم، ومتابعتنا مستمره لاهم الاخبار اللي هنبديها حالا مع حضراتكم. والحقيقه عندنا كم كبير من الاخبار النهارده وفقرتين ان شاء الله ينالوا رضا حضراتكم باذن الله. لكن في الاول خلونا نبتدي بخبر يهمنا جميعا. طبعا حاله الجو والتغيرات المناخيه ملف كتير اتكلمنا فيه، وعلى مدار الايام اللي فاتت على الرغم من المفترض يعني خلاص تقريبا يعني احنا في نهايه الصيف، لكن كان ارتفاع في درجه الحراره كبير خلال اليومين اللي فاتوا، وبكره في توقع مهم من هيئه الارصاد الجويه ان في حاله من عدم الاستقرار اللي هنشوفها خلال الايام اللي جايه، وعاصفه عواصف رعديه سرعات كبيره للرياح، وانه في عاصفه اللي هي العاصفه دانيال دي اللي كانت يعني ضربت اليونان طلعت على ليبيا، وليبيا طبعا الاوضاع بالنسبه لها صعبه، وبكره يقولوا هيكون يوم عصيب جدا جدا بالنسبه لهم. فمن ليبيا المساله دي جايه علينا، ايه الوضع بقى؟ ده اللي هنفهمه من دكتور محمود شاهين مدير عام الاداره المركزيه للتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. مساء الخير دكتور محمود، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ رضنا، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور. ايه حكايه العاصفه دانيال دي يا دكتور؟ هي لغايه ما هي موجوده في ليبيا اسمها العاصفه دانيال، ولما هتجي لنا هنسميها ايه؟ مجرد ما تبدا تدخل الحدود الجويه المصريه اللي ربنا دايما بيحفظها الحمد لله ان شاء الله يا رب، تبقى منخفض جوي عادي جدا، متوقع معاه سقوط امطار، مفيش كلام. الامطار قوتها دايما هتكون في المناطق الغربيه عند السلوم، مطروح، سيوه، الصحراء الغربيه، هي دي المناطق المعنيه بسقوط الامطار المتوسطه اللي ممكن تمتد الى غزيره. لكن طبعا اسكندريه تكون الامطار فيها ما بين خفيفه المتوسطه مساء غدا، ويبدا يهدى المنخفض تماما ودخوله طبعا على الارض، وهو كان واخد طاقته كلها من البحر المتوسط. يدخل على شرق ليبيا على الارض، يبدا يفقد قوته ويفرغ طاقته على ليبيا زي ما احنا بنشوف خلال الساعات اللي احنا فيها دلوقتي، ويبدا يدخل على الحدود المصريه، بيكون بيهدى تماما ويكون منخفض جوي عادي جدا. يعني الصعب قوي في غرب البلاد دي اللي هيكون فيها، الصعب قوي بالنسبه لمصر هيكون عند واسكندريه مش قوي، لكن طب الدلتا بقى والقاهره وباقي المحافظات يا دكتور محمود؟ يوم الثلاث ان شاء الله بقى يعني خلاص الاثنين هينتهي باذن الله بالامطار المتوسطه الغزيره على السلوم ومطرح وسيوه، يمتد مساء زي ما اتفقنا على اسكندريه بامطار من خفيفه المتوسطه. يوم الثلاث ان شاء الله ما زالت السواحل الشماليه متاثره بامطار متوسطه الشده وفيها سحب رعديه طبعا، السواحل الشماليه سواء السلوم مطروح اسكندريه وشمال الدلتا البحيره وكفر الشيخ، اما جنوب الوجه البحري والقاهره ففرص الامطار فيهم بتقل على المناطق الشماليه، بتكون خفيفه الى حد ما، ممكن تكون في بعض الاماكن متوسطه لعده يعني على فترات متقطعه كده، ونبدا نقول انها حاله من حالات عدم الاستقرار. طب هو المطره والجو ده يا دكتور محمود يعني هيبقى درجه الحراره ايه العاديه اللي احنا فيها، ولا هتبقى برد ولا ايه؟ ما هو طبعا بكره زي ما قلت لحضرتك المنطقه الغربيه هي المتاثره بشكل اكبر، فما زالت درجات الحراره مرتفعه نتيجه الرياح الجنوبيه الغربيه اللي بتاثر على القاهره والوجه البحري واسكندريه ومناطق من شمال الصعيد والدلتا ومدن القناه. درجات الحراره فيها بتصل الى 37 درجه على القاهره والوجه البحري او 38 درجه. المناطق شمال الصعيد تصل الى 39 درجه، مدن القناه من 39 ل 40 درجه نتيجه هذه الرياح اللي احيانا بتكون محمله بالاتربه خصوصا على المناطق الصحراويه. لكن طبعا مع دخول الرياح الشماليه الغربيه وفرص سقوط الامطار بتبدا تنخفض درجه الحراره ان شاء الله من يوم الثلاث، تبقى كام؟ انخفاض من 3 الى 4 درجات، تصل درجه الحراره 34 او 33 درجه على القاهره، وهنبدا نشوف اجواء خريفيه من حيث درجات الحراره وامطار متفاوته الشده زي ما وصفتها لحضرتك. لكن الصور والحاجات اللي احنا بنتابعها دي لا ان شاء الله ربنا لا يقدر مش هيبقى عندنا الكلام ده، الكلام ده اليونان الموقف صعب في ليبيا، لكن احنا عندنا امطار من متوسطه لكثيفه بس على غرب البلاد. بالظبط على غرب البلاد ومتلات على المناطق الشماليه السواحل الشماليه. انما يا دكتور محمود هو ده عادي؟ يعني ده عادي العاصفه دي اللي هتبقى عندنا منخفض دي عادي برضو في التوقيت ده، ولا ده نتيجه للتغيرات المناخيه؟ نتيجه طبعا يا فندم التغيرات، احنا من فتره واحنا بنقول ان مصر الامطار هذا العام
هيكون اقوى شويه نتيجه الارتفاعات الشديده اللي شفناها في درجات حراره الكره الارضيه بصفه عامه وارتفاع درجات حراره البحار والمحيطات. ده بيؤدي الى تكون المنخفضات والاعاصير اللي موجوده في المحيطات بتكون اكثر عنفا للظواهر المصاحبه ليها واكثر. ايضا المنخفضات اللي بتتكون على البحار المعلقه زي البحر المتوسط من المنخفضات اللي كانت بتتكون قبل كده، وتعتبر اول حاله مع اول تبريد في طبقات الجو العليا، درجه حراره البحر المتوسط مرتفعه، فاكيد اول حاله بتكون قويه شويه نتيجه الفروق الكبيره في درجات الحراره بين سطح الارض وطبقات الجو العليا. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. يعني حبينا برضو نطمن ونطمن حضراتكم عن العاصفة دانيال اللي لما توصل مصر إن شاء الله مش هتكون بالشدة والقسوة اللي احنا تابعناها دلوقتي من خلال المشاهد اللي نقلناها، لكن إن شاء الله يعني الأوضاع هتبقى نوعا ما في عدم استقرار، لكن نقدر نتحمل وخلاص، ده قدرنا وقدر العالم كله، واحنا بنتكلم على التغيرات المناخية. فعشان كده مسألة الجدية وإن يكون في تحركات على المستوى الدولي ليه يعني استيعاب الموضوع ده، احنا كنا بنقول احتباس حراري، احنا بنتكلم على غليان حراري، فبالتالي هذه الظواهر المؤسفة بقينا بنتابعها مع حضراتكم. على كل الأحوال نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع معاكم ونكمل أخبارنا. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. الوضع المؤسف، الوضع المأساوي اللي بيعيشوا أشقائنا في المغرب، طبعا اللي يعني بنقدم ليهم كل التعازي في الوفيات ونحسبهم شهداء بإذن الله، وأمنياتنا إن شاء الله للمصابين بالشفاء، خاصة إن الموضوع ساعة بعد ساعة يعني بيتم الكشف عن أرقام جديدة، بيرتفع الأعداد سواء أعداد المصابين أو أعداد الوفيات. امبارح كنت بكلم حضراتكم عن 1000 مصاب و1000 متوفى، لكن النهارده 2000 واكثر، يعني في المصابين في الوفيات 2100 تقريبا واكثر كمان، المصابين 2500، وما زالت عمليات البحث والانقاذ يعني موجوده على الارض. وحاله التضامن سواء العربي العالمي، التضامن الانساني خلينا اقول العنوان ده، مع الماساه اللي بتعيشها المغرب يعني مهمه وكبيره، وفي اكتر من دوله ابدت استعدادها وعرضت انها تقدم المساعده بالنسبه لاعمال الانقاذ اللي بتحصل في المغرب، ده غير كمان البنيه التحتيه اللي يعني تضررت بشكل كبير. انت بس مش بتتكلم عن البشر وهم طبعا ليهم الاولويه، لكن حجر المدينة اللي ضربها الزلزال هي مراكش والقرى أو المدن الصغيرة اللي حواليها دي كانت أثرية، كانت كل الحاجات اللي فيها يعني من قرون مضت، فاتضررت بشكل كبير، وفي منها اللي انهار، أسوار المدينة العتيقة دي خلاص يعني أجزاء منها، جوامع أثرية للأسف الشديد. فأنت بتتكلم على خسارة إنسانية كبيرة جدا جدا بكل المقاييس. طبعا قوات الجيش المغربي موجودة على الأرض، طبعا يعني في شغل، والجنود يعني تشوفوا كده في الأخبار واقفين على الأرض، حالة اصطفاف، فالكل إن هو بيحاول يقدم اللي بيقدر عليه علشان طبعا أعمال الإغاثة. بنتكلم على جهود الإنقاذ بقول لحضراتكم، بنتكلم على أوضاع متعلقة كمان أوضاع ميدانية وإنسانية، وإزاي الناس تاكل وتشرب، خاصة إن الناس افترشت الشوارع. يعني في صور بنشوفها يعني في الميادين أهو، زي بقول لحضراتكم يعني قلوبنا معاهم، حاجة طبعا صعبة صعبة لأبعد الحدود. الناس اللي قاعدة وبيتة ليلتها ليلتهم من امبارح والنهاردة كمان في الشارع، في الميادين، في الجناين، الناس بكل تأكيد خايفة، لأن مسألة توابع الزلزال طبعا في توقعات كبيرة، والتوابع برضو هتكون للأسف الشديد التوقع أنها كمان هتكون درجتها عالية، لأن الزلزال نفسه كان درجته 7 ريختر، فبرضو يعني لأول مرة من قرن 100 سنة يحصل زلزال بالشكل المدمر ده في المغرب. يمكن كنا بنتكلم امبارح عن طبيعة الزلزال وان المنطقة دي شهدت زلازل قبل كده، لكن مش بالقوة او بالقسوة اللي احنا بننقلها وبنقولها لحضراتكم. طبعا امبارح ملك المغرب
محمد السادس أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ. فوضع طبعا صعب زي بقول لحضراتكم، لكن بيانات كتيرة من مختلف الدول بتنقل طبعا تعزيها واستعدادها للتعاون. فيما يخص الجالية المصرية في المغرب، سفيرنا لدى المملكة المغربية معالي السفير ياسر عثمان النهاردة تواصل مع السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة علشان يتابعوا أوضاع الجالية المصرية بعد الزلزال. وأشار سفيرنا أن وضع الجالية المصرية مطمئن، وأن السفارة برضو من ناحيتها بتتابع أحوال التجمعات المصرية في مختلف المدن، وأن السفارة لغاية دلوقتي الحمد لله ما تلقتش أي بلاغات بخصوص ضحايا أو إصابات ما بين أبناء الجالية المصرية. في ملفات او قضايا كده بتكون ايه بنقول عليها موسميه وتعودنا عليها وبنفضل نتكلم فيها وخلاص عارفين توقيتها كل سنه، خاصه في العلاقه ما بين مصر وما بين الكيان الصهيوني دوله الاحتلال اسرائيل. في نصر اكتوبر كل سنه، النصر اللي احنا بنحتفل بيه كل تاكيد يعني احتفال مستحق ونصر عظيم ومهيب، في المقابل اسرائيل يا بتحاول تقلل من أهمية هذا النصر أو بتحاول إنها تلتمس الأعذار لشعبها ليه حصلت هذه الهزيمة من جانبهم طبعا، وإيه الأسباب، وإنه إزاي قواتنا المسلحة في التوقيت ده بإمكانيات متواضعة بأسلحة قديمة محدودة في العدد قدرت إنها تتغلب على جيش الاحتلال الإسرائيلي اللي كان فائق العدة وكان يتباهى طبعا بخط البارليف الذي لا يقهر ومش عارفة إيه والكلام ده كله، وجيش جرار وأسلحة موجودة عندهم متطورة وأجيال سبقانا، ده غير امدادات من الاسلحه كانت موجوده معاهم طوال ايام الحرب، يعني كان في كده مدد مفتوح من الولايات المتحده الامريكيه. فدايما بقى ونرجع للسؤال الازلي او الملف اللي هو بيتكلموا فيه دايما، موضوع اشرف مروان. مين هو اشرف مروان؟ مين حياه اشرف مروان؟ وقضيه هامشيه وتهميشها جاي من ايه؟ انه زي ما بتقول الكاتبه الصحفيه أستاذة رشا يسري المتخصصة في الشأن الإسرائيلي في ملف مهم جدا جدا الحقيقة عاملاه جريدة الوطن، إن القضية تجاية منها قضية هامشية، إن هما بيحاولوا يلفتوا النظر أو يشتتوا انتباه الشعب الإسرائيلي عن الموضوع نفسه، عن هذا النصر المهم والكبير لجيشنا بموضوع أشرف مروان وحقيقته. وازاي مصر قدرت انها تنفذ خطه يعني الخداع الاستراتيجي ده، وان ازاي هم كانوا عارفين ميعاد الحرب لكن ما كانوش مصدقين ان مصر فعلا هتحارب، فكانت المساله دي يعني بالنسبه لهم مستبعده. وساعات بعد طبعا بدايه الحرب ويعني خلاص كان الموضوع صدمه كبيره، وكان بشكل كبير طبعا كان التقدم المهم لجيشنا. في الملف ده اتكلمت عن شهاده جولدا مائير اللي هي طبعا كانت رئيسه الوزراء الاسرائيليه وقتها، وازاي اتكلمت عن اشرف مروان، وازاي هي نفسها اعترفت بالخطا وقالت انا بعترف فعلا بالخطا اللي اقترفته فيما يخص هذا المصدر، في إشارة طبعا لأشرف مروان، وإن احنا اتعرضنا للتضليل في أحداث كتيرة للسبب ده. اتكلمت كمان عن التحقيقات اللي نسبت لجولدا مائير في لجنة أجرانات. اللجنة دي يعني اسمها جه، أو هي اللجنة دي اتعملت خصيصا عشان إسرائيل تحقق في أسباب الهزيمة أو في أسباب القصور الإسرائيلي اللي حصل في المعركة دي، فعشان كده طلع منها وثائق اللي هي وثائق أجرانات نتيجة طبعا أو نسبة لاسم اللجنة. واللجنة دي وقتها بعد التحقيق اللي حصل أصدرت قرارها بعزل رئيس الأركان الإسرائيلي اللي وقته طبعا كانت هذه المعركة، ومنعته من مزاولة أي مهام أخرى رئيسية في الدولة. وأثبتت اللجنة كمان تقصير المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لعدم توقعهم أو إن هم ما قدوش يدوا رأي واضح يجزم إن فعلا في حرب هتكون ما بين مصر وسوريا ضد إسرائيل أو لا.
وقالت كمان انه من 10 سنين تحديدا لما افرجت اسرائيل عن وثائق جديده بمناسبه مرور 40 سنه على حرب اكتوبر، وهي وثائق خاصه كمان بلجنه التحليل اللي بقولها لحضراتكم، تحديدا الوثيقه اللي بتعرض شهاده لجولدا مائير اتكلم فيها او يعني تطرقت فيها ان الموساد يعني بيتكلم عن المصدر اللي هو اشرف مروان، وانه ده المنسوب ليه، طبعا ده الاسم الكودي المنسوب لاشرف مروان بحسب الاعلام الاسرائيلي. فزي ما بقول لحضراتكم موضوع بيتجدد كل سنه من قبل اسرائيل عن حقيقه أشرف مروان، لكن الموضوع مع الوثائق الجديدة بقول لحضراتكم دي وشهادة جولدا مائير إنه لأ، إحنا اتضحك علينا، إحنا أشرف مروان اللي هو المصدر وفقا لتعبيرها ضحك علينا إنه كان في خطة خداع وتضليل، وعلى الرغم إن الميعاد إحنا كنا عارفينه بس اتضحك علينا من أشرف مروان. المتابعة بقى اللي هتكون يعني مستمرة على مدار الأيام اللي جاية تقريبا هتبقى كل يوم، لأن احنا خلاص داخلين على الانتخابات الرئاسية إن شاء الله، ومنتظرين طبعا أنه يتم الإعلان بقى عن الجدول الزمني والمواعيد وكل ما ليه علاقة طبعا بهذا الحدث الهام من الناحية السياسية. احنا بنشوف الأحزاب والقوى السياسية اللي بتعلن موقفها تجاه المرشح الرئاسي، كم كبير من الأحزاب اللي تابعنا بياناتهم عن دعم ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح. بالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة معالي المستشار وليد حمزة عمل اجتماع مع الجهاز التنفيذي للهيئة وأعضائه علشان طبعا يتابعوا آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة، سواء بقى الإعداد متطلبات الإجراءات الانتخابية خاصة المتعلقة بالجوانب اللوجستية المطلوب توفرها طبعا بالكامل، كل النقاط طبعا علشان يتم إنجاز الاستحقاق الانتخابي على النحو المطلوب، الميعاد المحدد للانتهاء من توفير المتطلبات دي، وكمان هيكون في تقرير مفصل بيتم اعداده بكافه الاجراءات اللي تم اتخاذها وعرض الامر على الهيئه الوطنيه للانتخابات لاتخاذ القرارات المناسبه. بعد الفاصل إن شاء الله في طبعا أخبار مهمة متعلقة بقمة مجموعة العشرين، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته طبعا في هذه القمة، الكلمة اللي كانت شاملة لكتير من النقاط اللي احنا بنتكلم عنها، الأولويات بالنسبة للدول النامية، دول القارة الإفريقية، النظام العالمي الجديد وكل ما له علاقة بهذا البلد، خاصة إن القمة انتهت النهاردة وعاد الرئيس بسلامة اللافة. طبعا القمة و عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين، كتير من الامور هنتطرق ليها بعد الفاصل ان شاء الله مع الكاتب الصحفي استاذ بلال الدوي اللي هيشرفنا ان شاء الله بعد الفاصل في الحياة اليوم. ضمن مبادرات الصحة العامة وتحت شعار 100 مليون صحة، افتتحت وزارة الصحة والسكان أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجية والجينية للكشف المبكر عن الأورام، وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض. النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا هذا المعمل المرجعي الكبير اللي بيضم كل الأبحاث الباثولوجية والجينية للأورام السرطانية، هي يعني إنجاز كبير جدا يكون في هذا المعمل المرجعي تابعا لوزارة الصحة في مصر. المبادرة دي يعني هي يعني من أهم المبادرات الخاصة بالوقاية من الأورام. النهاردة المبادرة تتعامل مع أورام عنق الرحم، أورام الرئة، أورام البروستاتا وأورام القولون. المركز يضم أحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية ومعامل كبرى لتحاليل عينات الدم التي تؤخذ من الأطفال في المبادرة الرئاسية لفحص حديثي الولادة، كما تم تزويده بالمعامل المتخصصة لفحص الأمراض الوراثية. المركز النهارده بيتم افتتاح فيه واحد من احدث المعامل اللي موجوده في مصر، وهو هيكون بدور قوي جدا في دراسه الابحاث الانسجه واكتشاف المبكر للاورام. النهارده التحاليل الجينيه هي دي احدث تكنولوجيا موجوده النهارده في تشخيص الاورام، بكل بساطه هي كانها بتفك الشفره الجينيه للورم وبتساعد الطبيب المعالج ان هو يفهم فين الخلل اللي موجود. تصميم المعمل
اكزيستنج ناو، ان هو بيغطي كل الاحتياجات المتطلبه لان احنا نحصل على شهاده الكاب اللي هي شهاده الاعتماد، ان المعمل يتاكد ان الورك فلو العمل بتاع المعمل بيمشي طبقا للاستاندرد العالمي. هي واحده ضمن الخطوات التي تخطوها الدوله المصريه في ملف الصحة والاهتمام بحياة المواطن المصري بافتتاح المركز والسيطرة والتحكم في الأمراض، فضلا عن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج التي تهدف لرصد حاملين الجين المسبب لأنيميا البحر المتوسط واكتشاف أي إصابة بالأمراض المعدية. آية القاضي، الحياة اليوم. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سيادته قادة دول مجموعة العشرين في زيارة ضريح الزعيم الهندي التاريخي غاندي. والوقوف دقيقة حداد ووضع باقة من الزهور على الضريح. وختاما لفعاليات المؤتمر، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان مستقبل واحد. وعلى هامش المؤتمر، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا، وكذا السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أشادا بتطور مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي نهاية الزيارة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الهندية نيودلهي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. قمة مجموعة العشرين، أقوى وأكبر اقتصادات في العالم، قمة بتعقد في ظرف مهم ودقيق ووقت صعب بيعيشه العالم، تداعياتها سواء على المستوى السياسي الاقتصادي العسكري، كل ما ليه علاقة بالأزمة العالمية، والتداعيات دي اتضررت منها كل دول العالم والاقتصادات الكبرى، فما بالك بالاقتصادات النامية ودول القارة الإفريقية. مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة جت بناء على دعوة شخصية من رئيس الوزراء الهندي، وكلمة الرئيس أثناء القمة كانت مهمة جدا، الإشارة لعدد من الرسائل القوية المتعلقة بالفاتورة اللي يعني بتتكبدها وبتدفعها الدول النامية بعد طبعا تداعيات يعني هذه الأزمة.
الحديث عن القارة الإفريقية، مشكلة مؤسسة التمويل الدولية، إيه أولوياتنا، تنمية يعني الدول النامية، تنمية المستدامة بما يوافق احتياجات هذه الدول، الديون اللي أثقلت يعني كاهل هذه الدول بشكل كبير، وهي طبعا يعني بتتحمل فاتورة للأسف الشديد ما كناش السبب فيها. كتير من الأمور المهمة والرسائل المحتاجين هنتوقف أمامها، خاصة كمان مع اللقاءات الثنائية اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الملف بشكل كامل إن شاء الله هنناقشه مع أستاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي اللي مشرفنا في الحياة اليوم. مساء الخير يا أستاذ بلال، أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذة، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا. في ملف العلاقات المصرية الخارجية دائما بنتوقف أمام يعني زيارات ولقاءات وحالة من التوازن اللي بتقوم بها الدولة المصرية في علاقتها، وبعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة العشرين جاءت دعوة رئيس الوزراء الهندي للدولة المصرية للرئيس للمشاركة في أعمال القمة. بتشوف إزاي هذه المشاركة، هذه الدعوة ودلالتها في البداية؟ يمكن حضرتك وإحنا بنتكلم كمجموعة باحثين بنجي نتكلم عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة كبيرة جدا زي قمة مجموعة العشرين، بننظر إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وبناء عليه بناخد كلمة الرئيس في محفل دولي زي اللي شارك فيه حضرته يوم في مجموعة العشرين، ونقارنه بكلمته في المحافل الدولية الأخرى. نعم. يمكن إحنا بنتكلم عن كلمة تعبر عن ثقة لمصر، وكلمة بتعبر عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب وتجاه الأشقاء الأفارقة وتجاه مصالح مصر الاستراتيجية. احنا بنقول كده ليه؟ بنقول كده لأن احنا بنشوف كلمة رئيس سيسي في الأمم المتحدة، نلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص على ذكر قضية فلسطين. كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي في البريكس تكون لها دلالة أهمية كبيرة جدا على القارة الأفريقية بالكامل. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجموعة العشرين بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاقد العزم على أن يكون ما يحدث في الدول النامية والدول متوسطة الدخل هو الشغل الشاغل له، بدليل أن الجملة اللي كل وسائل الإعلام بتتكلم عنها النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها في كلمته، وهي أن هناك دول نامية ودول متوسطة الدخل تعاني من ديون، هذه الديون تمثل أبعاد خطيرة جدا على مستقبل هذه البلدان. مش كده وبس، ده احنا بنتكلم عن ديون وخدمة الديون. احنا في هذا الشأن كان محور حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من الحاجات المهمة جدا، ومنها اللي احنا بنسميها حاجات خاصة بالمواطن ذات نفسه، بالإنسان. هو بيتكلم عن إن الذكاء الصناعي كل مخاطر، من أجل احنا بنتكلم عن توفير فرص عمل، لأن احنا دولة 104 مليون، لازم الدولة حتى في وقت الأزمات الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية كنا بنبحث عن ان المشروعات شغالة من أجل توفير فرص عمل، وبالتالي بيكون معدل النمو ويحصل عملية رواج للوضع الاقتصاد المصري. احنا بنقول ان احنا بنوفر فرص عمل. طيب الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني اللي احنا بنتكلم فيه والتحول الرقمي ده هيكون ليه تبعات كبيرة جدا على تقليل فرص العمل. ده كله لازم مواجهة ليه. طيب اللي هيضار فيه مين؟ الدول النامية والدول متوسطة الدخل. فاحنا بنتكلم عن قضيتين مهمين جدا. رئيس عبد الفتاح السيسي يضع ناقوس الخطر ويدق ناقوس الخطر من أجل أن تتحرك مجموعة العشرين الدول الصناعية الكبرى في العالم. في ملفين يا أستاذ بلال، في ملف الوضع الاقتصادي وفي ملف التغيرات المناخية، لأن الدول النامية والدول الأفريقية هي برضو اللي بتدفع الفاتورة، هي اللي بتتضرر أكتر نتيجة لتغير المناخ، المسؤول عنه الدول المتقدمة. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بيتكلم بثقة لمصر، زي ما قلت لحضرتك، من أجل إيه؟ هو ما فيش دولة في العالم خالص بتتكلم على إن على الدول الكبرى الالتزام بتعهداتها تجاه الدول النامية. أيوه. وحضراتكم تعهدتوا بتمويل، مصر كانت أكدت عليه في فرنسا، وأكدنا عليه في قمة المناخ 27 في مصر في شرم الشيخ. صحيح. وبالتالي إحنا بنقول من فضلكم لابد أن يتم توفير ما تعهدتم به كدول كبرى. طيب في دولة تانية بتقول الكلام ده؟ ما فيش دولة تانية بتقول الكلام ده. ليه؟ إحنا مصر
مصر اللي بتقوله وبتطالب الدول الكبرى بتنفيذ تعهداتها في المؤتمرات القمه المناخ السابقه وبتتكلم باسم القاره. يمكن مصر في السياسه الخارجيه، يمكن كنت بكلم حضرتك قبل الهوا، السياسه الخارجيه المصريه مبنيه على مجموعه من الاساسات الوطيده اللي كل العالم بيحترمها. يمكن مؤخرا شفنا قمه دول جوار سوريا، دول جوار السودان. العالم، انا بتابع الصحف الاجنبيه، العالم بعض الكتاب المشهورين جدا في الخارج بيقولوا ان احنا فوجئنا بقمه دول الجوار سوري بقمه دول جوار السودان. وبعدين طيب مصر بتقوم بدورها من اجل ان تكون هناك امن واستقرار وسلامه اراضي السودان، لان استقرار السودان استقرار لمصر. مصر بتقوم بدور من اجل استقرار ليبيا وجلوس الاشقاء الليبيين على طاولة المفاوضات واللجوء إلى الإجراءات السياسية من أجل أن يحدث استقرار وأمن في البلاد. كلمة مصر في سوريا منذ أحداث 2011 مطالب مصر. الشعب السوري هو الذي يحدد مصير سوريا. الشعب السوري، عدم تقسيم سوريا. الجيش السوري نحرص على وجوده وعدم الاقتراب منه. عدم التدخل الأجنبي في سوريا. كل الدول بتنادي بما نادت به مصر من 2011، وهو اللي حصل، وهو اللي كان تبعاته ان عادت سوريا الى كرسيها في جامعه الدول العربيه. احنا بنتكلم ليه على السياسه الخارجيه المصريه؟ لان سياسه ثابته من اجل صالح الاشقاء العرب وصالح الدوله المصريه. يمكن احنا بنحرص على الدوله المصريه حريصه على امن وسلامه الاشقاء العرب، حريصه على مصالح الاشقاء العرب، وبالتالي حريصه برضه على مصالحها، وده اللي احنا شفناه من تحركات الدوله المصريه في جنوب شرق البحر المتوسط. طيب واحنا بنتكلم على ازمات المنطقه ورؤيه الدوله الاستراتيجيه التعامل مع هذه الازمات بمحددات زي ما احنا ذكرناها كده، انه عدم التدخل في شؤون هذه الدول، رفض اي تدخلات خارجيه او اجندات من تملى على هذه الدول، الحل السياسي هو العنوان، ما فيش تدخل عسكري، كل هذه الامور. فلما نتكلم هنا وانقلك بقى نقله ليها علاقه، يمكن بتابع على الشاشه دلوقتي لقاءات متنوعه ومهمه قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف رؤساء وزعماء العالم، ومع رؤساء كمان مفاوضات الأوروبية، المجلس الأوروبي، صندوق النقد، وغيره وغيره وغيره، والرئيس التركي. لأن أنا لما بتكلم على ليبيا فجيب بالي برضو أنا لازم أتكلم على اللقاء والتصريحات في منتهى الإيجابية اللي سمعناها من أردوغان بعد لقائه مع الرئيس. أهمية اللقاءات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أجراها في قمة الـ20، إحنا بنتكلم عن لقاءات في غاية الأهمية. يعني لقاء المستشار الألماني كان لقاء مهم، مش اقتصادي بس ومش سياسي بس، ده فيه ملفات كتيرة خاصة بأمن واستقرار المنطقة العربية. لما بنتكلم عن دعم اقتصادي وبنتكلم عن دعم سياسي، نفس اللي حصل مع المفاضل رئيسة المفاضل الأوروبية. صحيح، كان مصر بتنادي بأمور اقتصادية وأمور سياسية، وأيضا أمور من شأنها أن تكون تنقل وجهة النظر المصرية إلى المفاضل الأوروبية. أما متعلق في اللقاء التركي، يمكن بعض الباحثين اتكلموا عن ان رغبه مصر ورغبه تركيا في تصفير المشكلات في المنطقه. رغبه التركية من اجل ان تعود العلاقات مع مصر، رغبه مصر كان ليها برضو نفس القصه وعادت العلاقات. وبالتالي حينما تعود العلاقات لابد ان يتم تفعيل هذه العلاقات ببعض الامور الاقتصاديه، بعض الامور والمناقشات والمداولات السياسيه من اجل أمن واستقرار المنطقة. تمام. يمكن الـ العلاقات المصرية التركية، ودي طبعا يمكن دي عنوان رسالة الماجستير بتاعي، لمصالح في ليبيا واحنا بنتكلم عليه. يمكن العلاقات المصرية التركية هتأثر على استقرار الوضع في شرق البحر المتوسط، جنوب شرق البحر المتوسط، وبالتالي القضايا اللي كانت ساخنة، بيسموها ساخنة أو في نوع من أنواع اختلاف في الرأي في سياسيا طبعا، الامور دي كلها هتهدى، الامور دي كلها هتتحل. عادت العلاقات، عاد السفراء، الامور الاقتصاديه، الامور السياسيه، مجتمعين على ان الشعبين في تاريخ في علاقات بين العلاقات المصريه التركيه، وبالتالي الشعب التركي يحترم الشعب المصري والشعب المصري يحترم الشعب التركي. احنا حطينا نقاط عريضه من اجل تهيئه الاجواء لتحقيق تنميه، تحقيق تنميه شامله، تنميه شامله، تنمية صناعية، تنمية زراعية، تنمية لسنين طويلة،
لخطه ما بنقعدناش بنتكلم 2030، خلي بالك ما عدناش بنتكلم عن خطة تنمية مصر بتعملها لست سنين لا قادمة، لا احنا بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر، 1.5 مليون فدان هتزيد رقعة الأرض الزراعية من أجل الزيادة السكانية، ويمكن السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في القصة دي، هنزيد رقعة الأرض الزراعية وبالتالي تخدم الأجيال القادمة ل 2050 و 2064، الخطط معمولة لكده يعني، كل ده هدف الدولة المصرية من أجل، يمكن عشان بس نحط نقط على الحروف، التحركات كافة التحركات الخارجية لمصر تهدف لخدمة المصالح المصرية في الداخل. وجود مصر في المحافل الدولية في البريكس والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية وقمة الـ20 وكافة اللقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا شفناها دي كلها تخدم الداخل المصري، تخدم الداخل المصري اقتصاديا، لأن طبعا كان يمكن اللقاء مع المستشار الألماني كان في بعض الأمور الاقتصادية، كل ده يخدم الداخل المصري. طب واحنا كل الملف دلوقتي والتركيز على الاقتصاد، وكان في تعليق أنا سمعته يعني لافت للنظر جدا، علشان يقول لك إيه الحق ده مصر وهتفلس ومصر وقعت ومصر مش عارفة إيه، قال لك حاجة يعني بسيطة جدا، هي في دولة يا جماعة بتوصفوها بالشكل ده يتم دعوة رئيسها للمشاركة في مجموعة الـ20 في هذا التوقيت يعني، ويتم دعوتها لدخول البريكس، إلا لو كان هي جسمانها قوي واقفة على أعمدة صلبة لكن في أزمة، في أزمة لأسباب معينة تتعامل معها تعدي منها. طيب هم بيستخدموا نظرية ضعيفة ليه بقى؟ لأن ألف به علوم سياسية واقتصاد بتقول إيه؟ أنت عندك ديون ولكن عندك أصول، يبقى فين الافلاس؟ بس ده الموضوع مفهوم. انت عليك ديون ولديك اصول وقادر على التسديد، وده اللي احنا شفناه ان مصر بتسدد، والدكتور مصطفى مدبولي اكد على كده مرارا وتكرارا، والدكتور محمد معيط وزير الماليه اكد ان مصر ما جاش في وقت من الاوقات ان هي ما سددتش استحقاقاتها. طيب انا عايز انقلك برضو عشان سريعا عشان الوقت، انه اللي بيشكك اقول لك انت ليه عملت بنيه تحتيه؟ ليه عملت طرق؟ ليه عملت مواني؟ الكلام ده كله، لما يكون حديث العالم دلوقتي هو التجاره وممرات جديده واللي حصل في مجموعه الـ20 هنعمل مش عارفه ايه وخط ايه وبري ايه وكيبل بقى كل الكلام ده كله، فانك تكون في المشهد العالمي ده حاضر ببنيه تحتيه قويه بمواني بانك مالك ادواتك في الوقت اللي الناس عماله تفكر فيه في ممرات او طرق تجاره. احنا لو سمعنا كلام هؤلاء المغردون اللي انا بسميهم مغردون او بياخدوا ربع الحقيقه. لو سمعنا كلامهم ماشي. نرجع ل 2016 مفيش تطوير مواني، مفيش تطوير طرق، مفيش خطوط وسائل اتصال اللي احنا شايفينها دلوقتي متطوره جدا، الخط اللي مصر بتعمله من 2000 من العين السخنه للعلمين وحتى السلوم، مفيش القصص دي خالص. طيب انت حضرتك ازاي بتكلمنا ان احنا نساير هذا التطور العالمي؟ نساير كميه حركه التجاره العالميه مع وجود قناه بنما والاعطال اللي فيها. طيب قناه السويس الجديده احنا كنا بالراحه خالص، احنا كان قناه السويس بيعدي منها 49 سفينه، دلوقتي بيعدي 98 سفينه، يبقى احنا كنا صح ولا بالراحه كنا صح ولا كنا غلط؟ بالظبط. من يقول مثل هذه الترويجات الخاطئه على مصر؟ هم طبعا معروفين، مش هنقول هم جماعه ارهابيه، واعوانهم طالع لنا كده في المقدر الجديد مجموعه من الباحثين المأجورين اللي بينشروا بعض التقارير المغلوطه على مصر، يقولوا وقفوا المشروعات القوميه. يا سلام، ده احنا كنا 80 مليون في سنه 2011، دلوقتي 104 مليون، زدنا 25 مليون زي ما اكد وزير الصحه من يومين ثلاثه. طيب ال 25 مليون دول هنجيب لهم مشروعات منين ومدارس منين والصحه منين والكلام يعني ده؟ احنا بنتكلم ان مصر تسير بخطى ثابته، مصر تسير في الطريق الصحيح بحاجتين، باراده رئيس الجمهوريه ووعي الشعب. لازم وعي الشعب يستمر، وده اللي احنا بنطالب بيه شعبنا العظيم، بنقول له من فضلك التحديات كتير، ولكن التحديات الكتيره دي مش هتكون تستعصي علينا طول ما الشعب يقف خلف الرئيس الذي يعمل من اجل صالح الدوله المصريه. كاتب الصحفي استاذ بلال الدوي، شرفتنا ونورتنا، ونتقابل على خير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل شويه غنى، وفي الغنى ودي قوه مهمه الفن،
قوة مصر الناعمة لما شفنا الفعاليات الفنية والترفيهية من مهرجان العالمين لمهرجان القلعة مهرجان القاهرة للدراما، كل ده في قوة مصر الشاملة. فالحقيقة بعد الفاصل هتكون معانا المطربة السورية، واحدة طبعا من المطربات العرب اللي نوروا كمان مهرجان القلعة، المطربة السورية لينا شماميان، فهتشرفنا في الحياة اليوم بعد الفاصل. وحب أقول لحضراتكم حاجة كمان، النهاردة بتمر 100 سنة على يعني فنان الشعب سيد درويش، اللي صحيح كان عمره قصير في الثلاثينات توفاه الله، لكن ساب تراث وإبداعات لغاية دلوقتي عايشة ما بيننا. فبالمناسبة دي مئوية سيد درويش، النهاردة قناة الحياة هتنقل لحضراتكم حصريا حفل الفنان الكبير علي الحجار على مسرح نقابة الصحفيين بمناسبة طبعا مئوية سيد درويش، وهنسمع من الصوت القوي الجميل الجبار علي الحجار طبعا أغاني جميلة لفنان الشعب سيد درويش الليلة حصريا على شاشة الحياة إن شاء الله. بهدف تدشين مؤسسة بحثية تخدم الثقافة والفكر العربي بمواصفات عالمية، احتفلت مجموعة الحبتور بافتتاح مركز الحبتور للأبحاث رسميا في مصر، ليعمل كمنارة فكرية سياسية واقتصادية تخدم المجتمع العربي. يجب علي أن أقوم بتقديم شمل ونعتبر لدعاء العالم العربي كله هو بلدي. احنا النهاردة الحمد لله أطلقنا الافتتاح، و بنتميز عن اي مركز فكر ودراسات تاني ان احنا دايما بنركز على وحده المخاطر والانذار المبكر. مراكز الفكر ليها اهميه كبيره جدا في رفع الوعي، وليها اهميه كبيره جدا في تشكيل صناعه القرار على المستوى العربي والعالمي، لان اللي بيقوم عليها خبراء قادرين ان هم يدعموا المسؤولين متخذي القرار على مستوى مصر والوطن العربي كله. المركز غير هادف للربح، ويضم مجموعه متميزه من سيره الشباب المصري والعربي ممن يمتلكون مهارات وكفاءات بحثيه واعده، كما انه سيتيح مستقبلا للطلاب والباحثين من الدول العربيه للتدريب المهني في مجال الدراسات والابحاث. مركز الحبتور للابحاث هو مركز فكر غير هادف للربح، بيشتغل بشكل رئيسي على التنبؤ بالأزمات اللي ممكن تواجه الوطن العربي أو منطقة الشرق الأوسط. المركز هذا أول شيء يقوم بدراسات بحثية دقيقة جدا لتوقع المستقبل في نواحي كثيرة. فكرة إن هو إزاي نتنبأ بالأزمات قبل ما تحصل، ونقدر نحط حلول عشان نتفادى إنها تحصل أصلا، ونساعد صناع القرار فإن هم أصلا يقدروا إزاي يبقى عندهم توصيات وحلول، ما نوصلش لدرجة إن إحنا نبقى يعني توصل للأزمة وما نكونش حليناها. الهدف الأساسي من المركز هو توعية الرأي العربي وخلق المزيد من النخب العربية، كما أنه يستهدف أن تعمل مخرجات المركز كمدخلات جديدة على طاولة متخذي القرارات من القادة وصناع السياسات. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، فقرة فنية طربية مع مطربة، أنا وصفتها أنها مطربة سورية، بس أنا هتراجع عن الوصف ده لأنه تقدر تقول عليها يعني مطربة عابرة للحدود والجنسيات، أرمينية سورية عايشة في فرنسا، بتغني جاز وكلاسيك وشرقي وغربي وبكل اللهجات، عراقي سوري بحريني يمني كل حاجة. فيعني سعداء جدا بوجودها، وسعداء بمشاركتها المتميزة جدا جدا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المطربة يعني أنا أقول اسم صح إن شاء الله، لينا شماميان. أهلا وسهلا بيكي، منورة الدنيا. تسلمي. أهلا أهلا وسهلا. إيه حكايتك يا لينا؟ يعني التوليفة والكوكتيل الحلو ده إحنا شفناكي في مهرجان القلعة وفي حفلاتك عامة كمان، يعني لا بتحاولي تقدمي كل حاجة أنت عارفاها وبتحبيها بتقدميها للناس، ايه السر؟ هو تماما مثل ما حضرتك قلتي، كل شغله بحبها. يعني انا خلقت بعيله مزيج،
ماما دمشقية سريانية، بابا أرمني سوري، فخلقت بعيلة أصلا بحكي لغتين، عيلة فيها ثقافتين، عشت بدمشق فأكيد متشربة الثقافة السورية الدمشقية من اللي هي فيها أطياف كتير مختلفة. سافرت على فرنسا، سافرت كتير، فكمان هذا الشيء خلاني لسه أتعرف على ثقافات أكثر. الشيء اللي بعمله بالموسيقى بحس أني محظوظة بمهنة تسمح لي أعمل كل شيء بحبه وأعكس كل شيء بحبه فيها. فببساطة الشيء اللي بغنيه هو الشيء اللي بيشبهني. هو كان أول ما بلشت فيه كان كتير مختلف عن كل شيء موجود بالسوق، اليوم صار موجود أكثر بالأجيال اللي إجت بعدين. هو بس بهالبساطة كل شغلات اللي بحبها. بتهيالي اللي احنا بنقوله ده يساعدك إن في كل حفلة، في كل مهرجان تكوني مشاركة فيه، يتقدمي كل حاجة بنتكلم فيها، أو إنه الجمهور اللي قدامك بيفرض عليكي نوعية معينة أو لون معين تغنيه، ده صح ولا غلط؟ صحيح، كل حفلة إلى يعني لكل مقام مقال. هي تماما هيك، يعني حفلة القلعة هي مختلفة عن حفلة بدار الأوبرا مثلا بالمسرح المسكر، مختلفة عن حفلة مع أوركسترا. كل حفلة إلى طبيعتها الخاصة موسيقيا وبالتفاعل الجماهيري طبعا. أنا لما يكون عندي شريحة الحضور شريحة شبابية أكبر هو مختلف تماما عن لما يكون عندي ناس من أعمار أكبر مثلا أو أطفال. فكل حفلة في إلى المفروض البرنامج تبعها. كل بلد أنا شخصيا كل بلد بروح له بحب اعمل هديه لطيفه، هيك جيست لطيف مثل اكرام لاهل البلد للبلد اللي استضافني. طب قولي لي بقى، يعني مشاركتك في مهرجان القلعه ايه رايك في الحدث ده، في المكان؟ شفتي الحفلات ازاي؟ انا هي ثالث مشاركه لإلي بمهرجان القلعه، اول مره كنت موجوده سنه 2021. كثير بحب مهرجان القلعه، بحب دائما القلاع، بحب الاماكن التاريخيه كثير بيعني لي هذا الشيء. اول مره بتذكر فتت على قلعه صلاح الدين، تذكر حسيت فورا تذكرت قلعة دمشق. الغناء اللي كان، الحفلات اللي كانت تصير بقلعة دمشق، قلعة حلب، قلعة الحصن. حتى بفرنسا دائما القلاع في إلى هيبة تانية بأوروبا كلها. فكتير بحب القلاع، مهرجان القلعة كتير بحبه لأنه الناس اللي بتحضره من أعمار مختلفة. الناس جاية مستعدة تشارك وتغني وتفرح وتحس وتعطي. مهرجان القلعة بالنسبة لي هو من الأجمل، هو بيذكرني بكل شيء كنت حبه قبل ما بلش غني وكل شيء رح ضل حبه لبعدين. طيب انت كده مشاركة بقالك ثلاث سنين، ثلاث مرات، السنة دي المرة الثالثة، ايه اللي فارق او يعني ايه اللي يختلف لما المهرجان مش بس على قد الحضور مهما يكونوا بالألوفات، لكن يكون ملايين يتابعوا المهرجان في مصر والعالم العربي وفي العالم كله من خلال يكون في نقل تلفزيوني؟ شوفي اللي حبيته كتير بالحفلة انه رفقاتي من او حتى الناس اللي بتحضرني من سوريا، من اوروبا، كندا، امريكا، تحديدا لك البلاد اللي يمكن صعب الانسان يقدر، يعني الفنانين يقدروا يعملوا حفلات فيها لظروف امنية. مفهوم. لما التلفزيون ينقل حفلات مهرجان كامل، انت ما بتتخيلي قد ايه العالم بتحس بالمشاركه، قد ايه بتحس انه هي موجوده، هي سافرت بالوقت فعلا. هلا الشيء اللي يمكن العالم ما بتعرفه انه بعرف انه من السنه الماضيه كان تلفزيون حياه موجود عم ينقل الحفلات. صحيح. فانا فيني اتخيل التعب تبع الكرو سواء بقلب الاستوديوهات اللي هن ما قدروا يروحوا يحضروا الحفلات بس عم يحضروا كل شيء بالاستوديوهات، الناس اللي موجوده بالقلعه موجوده وهن ما عم يقدروا يستمتعوا بشيء، هن 14 يوم شغل 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 بيجوا قبلنا وبيرجعوا على بيوتهم بعدنا. الكلام ده بسطهم قوي دلوقتي على الهوا انت بتقوليه طبعا. لا بجد ليكي، دائما الجنود المجهولين انا بحس انه في ظلم انه ما بيبين غير الشخص اللي قدام الكاميرا او الشخص اللي قدام الميكروفون. صحيح. فدائما الاشخاص هدول لا في كتيب بتعمل شكر كثير كبير، يعني هن محرومين من بيوتهم ومن راحتهم وبالاخير بس الرصيد انه بس ينشافوا المسجات للناس اللي قاعده برا. باماكن يمكن صعب انها تيجي تحضر الحفله، ده يهون اي تعب ويحس اللي عملوه ده. بس بتعرفي قلكم علي انه انقلكم من هي المسجات، راح احط بوست خصوصي لكم. في سعاده كبيره وانا يعني حاساها دلوقتي. عن جد يعطيكم العافيه. كتر خيرك. طيب هنا بالنسبه للفنان كمان انه انا داخل كل بيت مش على قد الجمهور، انت حضرتي ايه لمهرجان القلعه؟ الاغاني، التوليفه بتاعتك بقى عملتي ايه؟ شوفي مصر فيها خاصية انه مصر متغيرة، الناس اللي فيها متغيرين ذوقيا سمعيا. كل سنة بقضيها، كل ما بقضي وقت أكثر بهذا البلد بصير بتعرف أكثر على الذائقة الموسيقية للعالم اللي موجودين هون. التراث المصري غني جدا والموسيقى بمصر متنوعة كثير، يعني نحن عم نحكي 120 مليون
شريحة كتير كبيرة، عالم كتير كتير، ما في شريحة واحدة أكيد. الفكرة أنه كل سنة عن سنة عم قدم أشياء مصرية أكتر، عم حاول أفهم فيها أكتر الذائقة الموسيقية، عم بتعلم. يعني حتى فكرة أنه أنت تعدي بلد وتتعلمي منه أشياء. أنا من شوية وأنا بقدمك يعني بقول النهاردة مقاويد سيد درويش، وأغاني سيد درويش يعني لغاية دلوقتي إحنا بنغنيها وكأنها اتعملت للنهاردة، وفي نفس الوقت منفتحين على حاجات جديدة وكل ألوان الغنى والكلام ده كله. ففعلا هي تركيبة الوحدة. صح صح. وبنت مش حافظة حاجة سيد درويش؟ طبعا طبعا. ما بصير بقى حاجة كده، يلا نسمع حاجة في الأول. أقول لك إيه؟ الحلوة دي؟ ماشي. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وانتيك بيتن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يسعد صباحك صباح الخير يا استعطية. كمان صباح الصباح فتح، صباح الصباح فتح يا عليم، والجبنة فيهش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الأمل بابك يا رحيم، ده الصبر طيبان بغير الأحوال، يلي معك المال برضو الفقير له رب كريم، برضو الفقير له رب كريم. الله على صوتك، بسم الله ما شاء الله. تسلمي لي. وعلى الاداء كمان، او احنا بنقول عليها الحس، انه الواحد هو بيغني مش بس يعني حاسس الكلام ونقل الاحساس ده للناس. يعني بحس اقل شيء يعني. تعرفي المغني هو ممثل بالفطره، يعني الممثل بيبقى عنده نص، نحن بيبقى عندنا بحدود الخمس دقائق وكم سطر نعبر فيهم عن حاله الناس عم تعيشها كل يوم او بتعيشها حياه كامله. فبحس الاحساس يعني الله عطينا فرصه انه نعيش هذا الاحساس ونطلعه اكثر ونذكر الناس بالاحاسيس اللي يمكن هي عم تنساها مع الوقت، الدنيا عم تنسيها. انت دراستك حاجه ثانيه، بس درستي المزيكا. سر الدراسه ايه؟ يعني يقول لك ايه، خلاص انا بالموهبه بالفطره، انا صوتي حلو عندي احساس هغني، ليه ادرس؟ لا، بالنسبة لي أنا درست تجارة واقتصاد بالأول، بعدين كملت كونسيرفاتوار بالشام، اختصاصي غناء كلاسيكي اللي هو الأوبرا، بعدين كملت حتى اختصاص بالغناء الكلاسيكي الشرقي الأرمني، بعدين كملت حتى بفرنسا، رجعت كملت دراسة بيانو، جاز، تأليف، توزيع. لليوم ضل بدرس، يعني هلا عم بعمل دبلوم ميوزيكوثيرابي او ميوزيك ثيرابي، العلاج بالموسيقى. بالنسبة لي دراسة شغلة كثير مهمة، هي مختلفة تماما عن الغناء كهواية. الغناء بالفطرة أساسي وهو الاساس بالغناء، والاذن الموسيقيه هي شغله من عند الله، هي موهبه صعب كثير انها تكتسب مع الوقت. الغناء الاكاديمي او اي عزف اي اله موسيقيه بشكل اكاديمي وتدريب صح بيحمينا للمستقبل. هي تماما مثل الرياضه. انت عضلاتك، نحن ما بنغني بس بالحبال الصوتيه، نحن بنغني بكل الجسم، بنغني بعضلاتنا كلها. تدريب العضلات، حمايه الحبال الصوتيه، انك تقدري توقفي على المسرح تغني مثلا 3 ساعات وتسافري من بلد لبلد ويضل هالصوت اللي هنا حبلين صوتيين صغار كثير قدرانين يدعموكي ويعطوكي. فهي رح تتعلمي، لازم تتعلمي، لازم تلعبي رياضه، لازم تاكلي بطريقه معينه. الدراسه الاكاديميه بتساعدنا نحمي صوتنا، بتساعدنا نفهم الجمله الموسيقيه كيف بدنا نقولها، الاحساس كيف يترجم. وغير الغناء لسه بالتاليف والتلحين، الفطره شيء والتعليم شيء ثاني. هو بيسهل، هو بيسرع، هو بيحمي، هو بيخلينا نعمل الشيء اللي بنحبه لوقت كتير طويل بحماية أكبر. عشان كده طيب أنا خليتك تبتدي معانا شرقي قوي وسيد درويش يعني اللي هو يعني الأصل، لكن عايزك تنقليني نقلة غربية كلاسيك، يعني اللي انت عايزاه، يعني عايزين الأوبرالي مش عارفة، أنا عايزة أشوف بقى لون تاني خالص. لون تاني خالص. أغني لك فرنسي شوي. يلا. Quand il me prend dans ses bras,
il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots que tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. الله. احنا طبعنا كعرب يمكن بنميل اكتر للحاجات الطربيه اللي فيها رومانسيه شويه، فيها الاحساس العالي ده، لكن دخل علينا حاجات خبط ورزع كتير. ده عادي طبيعي ان انا اتقبل كل الالوان وافرز بعد كده، ولا لا الودن بتاخد على كل حاجه؟ الودن بتاخد على كل حاجه. الصدق هو قد ما بتحطي بالاذن، الذاكره السمعيه هي من اقوى انواع الذاكرة عند الإنسان. إذا بتضلي بتحطي موسيقى وإن كانت بشعة الإنسان حيتعود عليها، مثل يعني هي أدابتيشن، هي نحن بنقبل العادات ومنطورها ومنصير نحن بنعملها. لهيك دور الإعلام كتير كبير، لهيك كان بالزمانات أغلب العالم عندها ذائقة الفنية متشابهة. لما كانت تنحط الحفلات المهرجانات، أم كلثوم، سيد مكاوي، عبد الوهاب، هي مع حفظ الألقاب، هي الموسيقى لما كانت هي فقط الموجودة أكيد كانت الذائقة السمعية أعلى. هلا من يوم يوم ما كانت الطقطوقة موجودة، ما في شيء جديد اليوم، أول مرة عم يطلع أنواع موسيقى غريبة وكلمات غريبة. دائما التاريخ بيفرز كمان، يعني على قد ما الذاكرة السمعية قوية على قد ما الذاكرة الموسيقية قوية. الموسيقى والكلمات المكررة اللي هي ما نحن اليوم ما بنعرف شو كان في طقطيق كثير موجودة قبل. ضلت عنا الموسيقى الحلوة مثل ما قلتي، سيد درويش، سيد درويش بعده موجود عنا، فهي القيمة الموسيقية بتفرض حالها. ولما يقول لك الجمهور عايز كده العبارة الدارجة دي، لا احنا لما بنشوف مهرجانات وبننقلها وبنشوف التفاعل ونلاقي حضراتكم كمطربين بتبقوا ترند والناس بتتكلم وحابة الأغاني وحابة ده وإقبال، يقول لك لا الجمهور ذواق وعايز الفن الحلو الأصيل الجميل. لكن في شغلة واحدة بتجمع البشر كلهم أيا كانت جنسيتهم ولغتهم وبلدهم. الإحساس. نحن كلنا بنحس بنفس الطريقة، بنحزن نفس الشيء، بنغضب نفس الشيء، بنفرح نفس الشيء. بفرح أو بعرس نحن صعب نحط موسيقى أوركسترالية مثلا، نحن لازم نرقص ونفرح وننبسط، برحلة نفس الشيء. بس لما يكون الإنسان في لحظات معينة بده يحس فيها بفرح، بخلوة، بي 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 عايز بقى فهو محتاج يسمع طرب، مثلا كاسة شاي المساء بالليل الحلو، هواء حلو، فهو مختلفة. يعني هو فعلا كل لحظة وكل إحساس له موسيقى. طب أنا عايزة بقى حاجة كده، إيه الوصفة اللي أنت وصفتيها؟ طربية كده مع كوباية الشاي، أو الواحد يعني يعمل كده هو سام. يا ميلة على غصون عيني سمرة سابتينا، يحرق كليب الهوى يا ما شعمل فينا، سموك وما أنصفوا يا عيني، سموك عريق الأس أصيلي بين الشجر مشكولي فوق الراس، والرمل ما ينعجن يا عيني، والشوك ما ينبس، والسر ما يحفظه إلا أخيار الناس. يا خبر ابيض، ما شاء الله. انا مش قادره اقول لك، يعني لا فعلا الاحساس بيخلي القلب بيرفرف مع طريقه الغنى، يعني جميل ما شاء الله. طيب انت بعد الحفله على طول كتبتي بوست على صفحتك
عايزه نتكلم عنه شويه لانه مهم ان انا يعني ننقل الانطباع بتاعك ده للناس كلها. يعني كان في رسائل مهمه يعني. طب احنا اتكلمنا عن التلفزيون ماشي، بس انت يعني اول ما طلعتي من الحفله البوست اللي كتبتيه ده كتبتيه ليه وكان ايه اللي جواكي ساعتها؟ هو انا ما متذكره بالظبط شو كاتبه. اهو تحت تاثير الادرينالين. تعالي نقراه مع بعض. شكرا للقاهره، شكرا لمهرجان القلعه، لكل من حضر وشارك وتفاعل. وكتبتي اسامي بقى ايه؟ نسمه، طبعا نسمه محجوب، ها، وابانوب الغنى معاكي، والموسيقيين طبعا، وشكرا لزور الحياه. انا قلتها لك كلها اصلا، قلت لك البوست كله. والصور. بالمهرجانات اللي بيكون فيها الحفله بيوم واحد فنانين كتير، ما دائما بيكون عندنا فرصه نلتقى. مصر على قد ما كبيره، على قد ما فيها فنانين كتير كتار، على قد ما نحن فينا نلاقي ناس بتشبهنا دائما. انا من العالم اللي التقيت فيهم مصر وكتير حبيت اشتغل معهم، في عندي صديق موسيقي هشام خرمه كتير بحبه، اللي اشتغلنا مع بعض غنية سوا، وكنا مع بعض باسكندرية من أول الشهر. نسمة محجوب، نسمة محجوب من بشوفها من أجمل الأصوات النسائية بمصر، واللي كمان كتير متنوعة. في كتير ناس تانيين صوتهم كتير حلوة، أبانوب مثلا حدا لسه يمكن الناس ما كتير بتعرفه، بس عنده ستايل خاص فيه كتير. العالم الحلوة من جوا، بحس كتير حلو انه نتشارك مع بعض ونتشارك المسرح. ما دايما بيكون عنا هاي الفرصة، سواء على صعيد الجمهور، سواء على صعيد الفنانين، سواء على صعيد الإدارة، انه نقدر ننسق هذا الشيء. وهو انا حابة الفكرة دي ليه؟ لانه انا لما كنت كل يوم بتكلم عن مهرجان القلعة والحفلات اللي فيها، على قد التنوع، على قد الفنان، انا بقول دايما الفن ملوش جنسية ولا وطن. صح. بس انه ايه، من سوريا، من لبنان، من العراق، من الأردن، مصريين، بس انتوا في الآخر كلكم مع بعض حالة احنا كلنا كمصريين وكعرب مستفيدين منها. صح صح. طب قولي لي بقى، التعدد، انك تكتبي وتلحني وتوزعي وتغني، ده مش حمل؟ مش حمل على الفنان؟ بالبداية ممكن يعني، لما كنت عم بدرس التأليف والتوزيع بالمعهد، أساتذتي هنا اللي قالوا لي إني موهوبة بهذا الشيء. لما تعمقت فيها أكثر، لما قررت إني أشتغل هذا الشيء مع حالي، بتعرفي حضرتك نحن كنساء بمهنة أغلب الموجودين فيها من الرجال، بتعرفي قد إيه نحن في عنا جهد مضاعف لازم نبذله لحتى تثبتي نفسك. أثبتنا تماما. فالفكرة بس إنه أنا درست كثير، اشتغلت على حالي كثير، لأنه فعلا بحب هذا الشيء. بالنسبة لي الأغنية هي لوحة، هي حكاية. أنا عندي فكرة، عندي قصة، عندي كلمات وعندي لحن. القصص ما ضروري تكون طالعه مني، احيانا في قصص جايه من غير عالم، مثلا لما بدي اكتب، بدي غني اغنيه مصريه عني انا، فيني اكتبها بشكل بسيط بكلمات مصريه. هلا في اغنيه كتبتها بشكل مصري، بس هي ما فيها الكلمات اللي مصريه من قلب المجتمع المصري. في اغنيه ثانيه مصريه حنزلها هلا ان شاء الله قريبا، لا هي مكتوبه بشكل مصري مصري، انا مستحيل اعرف اكتب هذا الشيء، فساعتها اكيد الشاعر حيكون مصري. اللحن بس انت بتنتجي كمان يا لينا، هاي مجبوره عليه. ما يعني انا ادفع كمان يعني، دي ثقيله. هلا ليكي باوروبا نحن مجبرين على هذا الشيء اكثر، يعني بفرنسا انت، انا الاقامه تبعي كانت اقامه فنيه، وهذا بيعني انك قادره على عمل كل شيء. يعني من الكتابه للتلحين للتوزيع لانك تكوني الباند ليدر، لانك انت تقودي الموسيقيين اللي معك على المسرح والجمهور. نوع التحدي هناك مختلف تماما، نوع اثبات الذات مختلف. بتحكي اديل، شاكيرا، مادونا، مايكل جاكسون، كل هاي العالم هي بتكتب وبتلحن. التوزيع ممكن دائما يكون موجود حدا، احيانا دائما في ناس مختلفه بتكون. بس بشكل اساسي نحن كثير ضروري نكون نعرف شو عم نعمل. ساعات اللي انا بعرف كيف لحن واكتب، لا ربنا معك يوفقك انك تكتبي وتلحني وتوزعي وتنتجي وتغني في الاخر. لا لا هو عن جد ليكي دائما بيكون اريح اذا في حدا ثاني، ما حاكذب يعني انه انت بس تغني اكيد اريح. صح. بس انك كمان تشاركي بصناعه الحكايه اللي عم تقوليها، كمان هذا الشيء اذا انت اشتغلتي على الموضوع وبتعرفيه. انا بحبه، انا بحب اصنع بيبي يعني. انت فل التفاصيل. نسمع ايه؟ نسمع ايه؟ نسمع، انا عندي ليستة، بس انا بحب دايما انه ايه يعني الفنان هو اللي بيبقى حاسس نفسه يقول ايه دلوقتي. عبالك غني هنعيش ونشوف. يلا مصري. عايز اقول لك مصري. يلا دي اغنيه تتر المسلسل، تتر المسلسل الا انا. هنعيش ونشوف
معاناة وظروف، والفرحة هترجع من تاني والدنيا هتبقى مصلحاني. حالنا بيتغير في ثواني وفي غمضة عين، في سباق مشي وفراق وحنين. الشدة تملي تقوينا وتبين من قلبه علينا، على حس الأمل اللي مالينا عايشين راضين. ده ياما حكايات أولها ناس بتنسى وآخرها حب لقيناه، عوضنا عاللي عشناه. وياما حكايات خلت حياتنا أحلى، والصعب ياما عدى وتعبنا كله نسينا. الله الله، ما تحكيش بقى في اللي كتبت المصري، ما كتبتيش انت. لا ده كان كلمات الشاعر تامر حسين. تامر حسين والالحان استاذ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي. جميل قوي. طيب انت بتقولي في حاجه كمان مصري ان شاء الله هتبقى قريب ان شاء الله، مركزه بقى شويه في اللهجه المصري كده. وال هو انت بتقوليها حلو قوي ما شاء الله، يعني في اللهجه ما بتتكلميش لهجه مصري بس بتغني حلو. يعني بحاول هتجيبيها سهله. هي اللهجه المصري مش سهله قوي على السوريين تحديدا، لانه عندنا مخارج الحروف مختلفه. يعني دلوقتي بحاول اتكلم معاكي ومش سهل قوي عليا. حلو شويه شويه بس تحسيني زي عارفه زي هتلاقي حاجه الاجنبيه او المصريه اللي عايشه بره وراجعه. يعني عندنا مختلفه، عندنا مفخمه اكتر، انتوا هيك السلسة اكتر، يعني شوي مخارج الحروف، المخارج الصوتية الفايل. طب قولي الآ سوري والآ مصري. يعني ياما حكايات. ياما حكايات. ياما حكايات. ياما حكايات. ياما حكايات. ياما حكايات. احنا ياما حكايات. حكايات. فهي مختلفة. لهيك دايما بحس غناء الصعيدي او التمثيل، حتى الممثلين السوريين، الحكي الصعيدي اقرب لنا شوي لانه اللهجة اتقل، الاحرف فيها معباية اكتر، فنحن هذا اسهل علينا. بس في على وعد بقى في اغاني ان شاء الله تبقى باللهجه المصريه. اللهجه المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا مبسوطه جدا جدا بجد يا ليلى انك كنت معانا النهارده. صوت فخم، حنين، رومانسي وقوي في نفس الوقت. توليفه جميله وحلوه قوي قوي بجد، وليها طعم وليها حس لوحده. فامتعتينا النهارده وامتعتينا في مهرجان القلعه، وان شاء الله دايما كده نلاقي حفلات وشغل جديد ومختلف ومتنوع زي ما انت بتعملي. تسلمي لي، شكرا كتير، انبسطت كتير. ومدام لبنى بجد انت من اجمل الناس اللي على التلفزيون، بمحبتك يعني بتحسيها بتوصل لكل الناس اللي عم تحضرك، فمبسوطه كتير انه التقينا اليوم. خيرك، شرفتينا ونورتينا، وكل التوفيق ليكي دايما يا رب باذن الله. شكرا. بشكر حضراتكم، وصلنا نهايه حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله على كل خير.